بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يؤخذ من هذه الآيات السابقة من قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، والآية التي بعدها. يؤخذ منها أن المسلمين لا تزعزعهم الشدائد والملمات، وإنما يثبتون عند ذلك، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل، وأن النصر بيد الله، وأن الخلق لا يضرونهم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا كما سبق أن المسلمين كلما ازدادت بهم الشدة والكرب ازداد يقينهم بالله، توكلهم على الله سبحانه وتعالى، بخلاف المنافق فإنه يتضعضع إيمانه ويتكلم لسانه بالسوء، كما حصل من المنافقين في هذه الوقعة، وقعة أحد، وفي غزوة الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون فإنهم قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، نسأل الله العافية. فمواطن الشدة يتميز فيها المؤمن الصادق من المنافق، كما قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويؤخذ من هذه الآيات مشروعية قول هذه الكلمة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا، فلا نحتاج إلى غيره ولا نخاف من غيره سبحانه وتعالى. ونعم الوكيل الموكول إليه أمرنا والمفوض إليه أمرنا، فهو ولينا، كما قال تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وهذه كلمة عظيمة قالها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ويؤخذ من هذه الآيات دليل على زيادة الإيمان ونقصان، لقوله تعالى: زادهم إيمانا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما في هذه الآية وكما في غيرها، في قوله: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، قول: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والأدلة على هذا كثيرة. وكذلك يضعف الإيمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
أدل على أن الإيمان يضعف. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون وزن حبة الخردل. وفي الحديث: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. والأدلة كثيرة في أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا قول أهل السنة والجماعة بخلاف المرجئة الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد أصله في القلب ولا يزيد ولا ينقص. فعلى هذا يكون إيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان أضعف الناس إيمانا عند المرجئة، وهذا خطأ ظاهر وضلال بين. فالإيمان يزيد بلا شك وينقص بلا شك. ويؤخذ من هذه الآيات عواقب الصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن المسلمين لما توكلوا على الله وصبروا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فجمعوا بين القول والعمل، قالوا بألسنتهم حسبنا الله ونعم الوكيل، واعتقدوا ذلك بقلوبهم وآمنوا به إيمانا كاملا أن الله سبحانه وتعالى معهم وأنه لن يخذلهم ولم يهابوا العدو ولم يخافوا منه، وصبروا على ما أصابهم ولم يتوانوا أو يتثاقلوا بسبب ما فيهم من الجراح والحزن على موت على قتلاهم، صبروا على هذا، اجتمع عليهم عظائم من الأمور: أولا تهديد العدو، وثانيا ما هم فيه من الجروح المثخنة، وثالثا أنهم على إثر نكبة عظيمة قتل فيها إخوانهم وسادتهم، ومع هذا لم يتضعضع إيمانهم ولم يضعف يقينهم، فصارت العاقبة الحميدة لهم، انقلبوا بنعمة، أي رجعوا إلى المدينة بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذه أمور أربعة رجعوا بها: انقلبوا بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، ولم يمسسهم سوء، رجعوا بهذه الغنائم العظيمة، وهذا كله نتيجة للصبر والثبات والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلو أن المسلمين في عصرنا الحاضر مع ما هم فيه من الضعف ومع ما عند عدوهم من القوة، لو أن المسلمين سلكوا هذا المسلك الذي سلكه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر واليقين وقوة الإيمان وإعداد العدة والقوة للجهاد في سبيل الله، لما هددهم العدو، بل صاروا هم يهددون العدو. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كان منهم هذا الموقف العظيم وهذا الثبات أرهبوا عدوهم الذي هو أقوى منهم في العدد والعدة، فولى هاربا إلى مكة، وفي قلبه الرعب من المسلمين. ما هذا إلا نتيجة هذه المواقف العظيمة والمواقف الحميدة. أما إذا انهار المسلمون وخاف المسلمون من عدوهم وتنازلوا عن أمور دينهم أو عن شيء من أمور دينهم، فإن الله جل وعلا يتخلى عنهم ويسلط عليهم عدوهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.